فكرة الأساس والتحول الكبير اللي جاء الملك في إطار هذا البعد وهو أننا غنركز أكثر على تحلية المياه وعلى كذلك معالجة المياه العادمة. هذا غيجعل أنه بالنسبة إن شاء الله المدن الساحلية فهي الأغلبية ديالهم غيكون عندهم الماء من الماء سهل الشرب. شنو هو الفائدة في ذلك من تحلية المياه؟ الفائدة في ذلك وهو أننا غنوفروا الماء إضافي في اللي كاينة في السدود باش تستفدوا منها اولا العالم القروي والمدن الداخليه، ثانيا الفلاحه باش نضمنوا الامن المائي من جهه والامن الغذائي من جهه ثانيه، ثالثا وهو ان هذا الماء اللي كان تيمشي للبحر اننا غنوفروه ونديروا النقل ديال الماء في اطار الربط ما بين الاحواض المائيه. وجهه الملك عطات التعليمه ديالو باش نوصلوا الى ان شاء الله حتى لسد المسيره، وهذا غيجعلنا ان الماء يكون عندنا في دكاله، غنضمنوا السقي في دكاله، غنضمنوا السقي كذلك في بالنسبه للحوز، غنضمنوا كذلك السقي بالنسبه لتادلا والمناطق، وزياده على الماء الصالح للشرب 100% بالنسبه لهذه الاقاليم كلها، لان راه غنمكن نحولوا ما بين 700 الى 8 مليار متر مكعب حسب السنوات. والنقطه الثالثه وهو الاقتصاد في الماء، وهذا عمل اللي تخصنا نقوموا به. كنا كاين معلوم الجانب ديال القنوات اللي تخصنا نحسنوا المردوديه ديالهم لا في الفلاحه ولا في الماء سهل الشرب، ولكن كذلك كاين الصناعه كذلك التحويل ديالها، بحال انتم عارفين بان المكتب الشريفي للفوسفات فهو يقوم بتحليه 560 مليون متر مكعب، وبالتالي راه العديد من هذه الامكانيات المائيه كانت تجي من السدود، ما غنبقاوش ما يبقاش ياخذها من السدود، وهذا غيكون فائض بالنسبه.